لو حد ثبتك بالسكينة على رقبتك بالشكل ده، شايف الماسكة دي؟ السكينة فين؟ هاخد الرقبة من الجنب ومن ورا. هناخد خطوة لقدام وهنلف دراعه وننزل من تحت. أهم حاجة الخطوة اللي هي لقدام دي، بس حركة الرجل في نفس الوقت اللي أنا بتحرك فيه برجل إيد، الاتنين بياخدوا إيده وينزلوا بيها. ناخد خطوة لقدام في نفس الوقت اللي أنا بناخد فيه خطوة لقدام، إيد الاتنين بيتحركوا بيمسكوا دراعه كده أهو، ننزل بالدراع كده. أول ما نمسكوا الماسكة دي، ايد اليمين هتسيب من هنا اهو، ايد اليمين هتسيب من هنا وهتمسك من هنا وننزل بالارض. اول ما ينزل الارض هتلف الرس بتاعه بالشكل ده وتاخد السكينه لبره كده.